تواصل يستمر في هذه اللحظات وانطلاقة هذا الشوط الحادي عشر. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط وشوطنا الحادي عشر في هذه اللحظات المقدمة والصدارة في هذا الشوط. نشاهد وإياكم المركز الأول إثارة لخالد بن سعيد بن حمد الفسل مع المركز الأول ومع إثارة بالمركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. نشاهد في هذه اللحظات هناك المركز الثاني، نشاهد هذه اللحظات من تصلنا مبلش في حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي هنا في هذه اللحظات المركز الثالث. المركز الثالث حشيم البخيت محمد بن كردي المنخس قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع نشاهد في هذه اللحظات تمويل لمحمد بن ناصر بن عبد الله الشايق الهاجري مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس فراعة لمحمد بن راشد بن علي بن ديلة الفهيدة مع المركز الخامس. هذه النتيجة في هذه اللحظات مع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. نتابع وإياكم هذه الأسماء المنطلقة، نتابع المقدمة، نتابع القدوم والتغيير من حشيمة. حشيمة تغير في هذه اللحظات بشعار مالكها بخيت محمد بن كردي المنخس هنا في هذه اللحظات نشاهد بانطلاقتها، ولكن شوفوا اللي غيرت، شوفوا اللي ايضا هناك بالوصافة الى المقدمة. نشاهد تمويل محمد بن ناصر بن مبارك الشايق الهاجري قادمة هناك مع المركز الثاني هنا نتابعها، بينما المركز الثالث من تتأخر قليلا إثارة لخالد بن سعيد بن حمد الفسل مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هناك مبلشة لفيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد مع المركز الرابع. المركز الخامس نشاهد فراعة، فراعة لمحمد بن راشد بن علي الفهيدة مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة في هذا الشوط. نشاهد ونتابع وإياكم هنا الاندفاع والمقدمة، ولكن نعود مباشرة، نعود إلى تمويل. تمويل تمويل، يا سلام يا سلام يا تمويل في مقدمة الشوط، تنطلق من الجانب الأيمن، ولكن حشيمة 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 يا سلام يا حشيمة متواجدة في هذا الشوط، منطلقة في هذا الشوط أيضا اندفاعتها حشيمة. وركز يا عبد العزيز وناصر، هنا من يرافقون حشيمة في هذا الشوط ويندفعون برفقتها. يا سلام المركز الثاني، تمويل على المركز الثاني محمد بن ناصر بن مبارك الشايق مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا شعار بن رشيد قادم مع مبلشة، مبلشة يا سلام يا سلام يا سلام يا مبلشة لفيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي مع المركز الثالث. غير على المركز الثاني هناك فراعة، فراعة قادمة يا سلام يا سلام يا فراعة قادمة مع المركز الثاني في هذه اللحظات، تغير إلى المركز الثاني لمحمد بن راشد بن علي بن ديلة الفهيدة قادم في هذه اللحظات يغير إلى المقدمة، بينما المركز الرابع اللي ما جبنا لها طاري لهذه اللحظات هنا نتابع، نتابع القدوم من معزة لعبد المحسن بن سعيد أبو سندية اللي على المركز الرابع شعار بن جبران هنا قادم في هذه اللحظات المركز الرابع من الجانب الأيمن. نتابع وإياكم هناك العزوم لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري قادم مع المركز مع المركز الرابع. المركز الخامس أول ندى، أول ندى في هذه اللحظات نشاهد ونتابع ثمينة حسين بن راشد بن حسين الجربوعي أيضا، ولكن نرى هناك اللي هي ثمينة قادمة في هذه اللحظات. هنا وصول آخر، وصول الشاهينية لمحمد بن سعيد للصياح قادم، ولكن نعود، نعود إلى صراع المقدمة، صراع المقدمة ما بين فراعة وما بين معزة وما بين مبلشة. يا سلام يا سلام، الله يتحدي والإثارة، شاهدوا هذا التنافس، شاهدوا هذا هذه الإثارة والمتعة. وفراعة، فراعة تستلم زمام الأمور، فراعة هنا يا سلام. وركز يا بنديلة، ركز هنا في هذه اللحظات فراعة
لمحمد بن راشد بن علي بن ديلة الفهيدة قادم مع المركز الأول، ولكن معزة بن جبران، يا سلام يا معزة، معزة 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 في هذا الشوط لعبد المحسن مسعيد بن حمد. أيضا هنا أبو سندية قادم، ولكن يا سلام يغير إلى المقدمة إلى الصدارة، بينما المركز الثالث مبلشة، مبلشة لفحام الناظر الرشيد مع المركز الثالث، المركز الرابع نشاهد هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات من ثمينة لحسين بن راشد بن حسين الجرموعي. في هذه اللحظات تصل مع هذا الانطلاق والاندفاع مع المركز الثالث، ولكن معزة بن جبران قادمة لا محالة مع المقدمة والصدارة مع الفوز. السلام يا معزة، يا سلام يا سلام، مع هذا الانطلاق والاندفاع مع 700 متر الأخيرة نشاهد معزة لعبد المحسن بن سعيد بن حمد سندية. يا سلام يا بن جبران، من يرافقها فراعة على المركز الثاني، فراعة قادمة لا محالة، فراعة لمحمد بن راشد بن علي بن ديل الفهيدة مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك ثمينة لحسين بن راشد بن حسين بالعرج قادم مع المركز الثالث، ولكن التنافس ما بين الثلاث اللي على المقدمة، ولكن هنا معزة فراعة ومعزة، والأمتار الخطيرة الله يا معزة مع المركز الأول بن جبران. يا سلام يا البطل، يا سلام، مع هذا الأداء مع هذا التحدي معزة عبد المحسن مسعيد بن حمد بوسندية مع المركز الأول. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار هنا، وتشاهدون أمامكم هنا يسجل نقطة ثانية في هذا الصباح. تهانينا والناموس مع معزة عبد المحسن مسعيد بن حمد بوسندية بقيادة بن جبران المركز الثاني، فراعة مع مالكها لمحمد بن راشد بن علي الفهيدة هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث حفلة لحمد بن علي بن سلامة الهاجري. المركز الرابع وصلت ثمينة حسين بن راشد بن حسين الجرموعي. المركز الخامس عسيلة لمحمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. يا سلام يا التحدي والإثارة مع معزة، وتوقيتها 7:41 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الفوز لمالك معزة عبد المحسن بن سعيد بن حمد بن سندية، والتهنئة موصولة لسالم بن جبران. بينما المركز الثاني وصلت هنا فراعة، توقيتها 7:42 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك فراعة محمد بن راشد بن علي بن ديلة الفهيدة على هذا الفوز. الثاني وصل لراشد بن علي. بينما المركز الثالث من وصلتنا اللي هي حفلة، توقيتها 7:43 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حفلة حمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري.